الاقتصاد ياسر أبوري ووزير الدولة شلون لسان يقول أسابيع قليلة ويتم التوقيع على أول عقود البنية التحتية لمدينة المطلع. نشاهد هذا التقرير. مدينة المطلع الآن المؤسسة تعكف على دراسة العطاءات اللي فتحت مظاريفها في تاريخ 24/4، واعتقد في القريب العاجل، يعني احنا نتكلم عن مجرد أسابيع قليلة، وإن شاء الله يعني نوقع عقد أول العقود البنية التحتية لمدينة المطلع، نتأمل إن شاء الله في أسابيع قليلة إن شاء الله. أيضا هناك تصريح ثاني.